إذا قيل لك ما هو الحق الذي أوجبه الله عز وجل على عباده فقل كما في حديث معاذ في الصحيح: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذا قيل لك ما هو الحق الذي كتبه الله عز وجل على نفسه تفضلا وكرما لعباده فقل: أن من أتاه مؤمنا موحدا فإن الله عز وجل لا يعذبه، في حديث معاذ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا.